هتكتبه هنا او اي كوماند انت هتكتبه هنا هيتنفذ امتى؟ مجرد ما الفيرست تايم يوزر لوج اون، يعني اول ما اليوزر يعمل لوج اون يحط اسمه كلمة سره، تمام؟ ساعتها هيخش الكوماند على هيبدأ على طول تنفيذ هذا الكوماند اللي انت هتعمله، وتنفيذ هذا الكوماند هيكون لمرة واحدة فقط، امتى؟ لما اليوزر يعمل لوج اون. فهنا بقى فاكرين الناس بقى اللي ايه، طبعا انا بعترف بتقصيري في الفترة اللي فاتت دي، تمام؟ الناس اللي احنا ساعة لما احنا اخدنا اللود ستيت اللي كانت موجودة عندنا وسكان ستيت، يبقى انا ممكن احط هنا لود ستيت الامر اللي احنا اخدناه، تمام؟ بحيث ان هو مجرد ما ياخد الويندوز تكون حضرتك مثلا ايه تقول له انت مخزن البيانات بتاعتك دي فين، بحيث ان هو ياخد البيانات بتاعت اليوزر ده ويرجعها له الويندوز بتاعته، فانت فعلا خلصت خالص من اليوزر اللي موجود عندك. هنقول له next. هو طبعا هنا هو اتقال له ايه، اول ما اليوزر هيعمل لوج اون من اللي قبليها هيعمل ايه، اد برينتر على طول. عايزين نشيلها هنعملها ريموف، موف اب وموف داون. لو انا عندي اكتر من امر موجود عندي هنا، مثلا عملت مثلا سي ام دي كامر من اللي موجود هنا، انا دي هتتنفذ الاول ثم دي، ممكن اقول له لا لو سمحت خلي لي السي ام دي هي اللي تتنفذ الاول، يعني الاولويه ايه، مين اللي هيشتغل الاول اللي موجود عندي. هنخش هنا على additional commands، يعني يبقى اذا الران وانس اللي موجودة عندي دي هتتنفذ امتى، تمام؟ لما اليوزر يعمل لوج اون. additional commands اللي موجودة عندي هنا اهوت، هنلاحظ هنا حط لي اوامر تانية، الاوامر دي هتتعمل في نهاية السيت اب. اذا لو انت عندك اوامر مش محتاج ان اليوزر ان هو يحضر ان هو يدخل اسمه وكلمة سره زي ما كانت موجودة في run once، يبقى هنستعمل مين؟ ال additional commands. ممكن طبعا لو احنا عندك تحديثات معينة للويندوز اللي هي اي امر انت مش محتاج ان هو يتنفذ لما اليوزر يعمل log on اللي موجود عندي، ساعتها هيعمل لها ايه، run this commands. يبقى الفرق ما بين دي ودي، دي محتاجة اليوزر يتعمل له log on، دي بتتنفذ الاوامر دي قبل ما تخلص عملية السيت اب، تمام؟ يعني او في نهاية عملية السيت اب بس قبل ما اليوزر يعمل log on. قبل ما ادوس على فينش هنا، احنا كده جاوبنا الاسئله كلها اللي موجوده عندنا. خلينا مع بعض كده، احنا عندنا كام ملف هنا؟ عندنا 10 ملفات، صح؟ هنقول له فينش، هيقول لي تحب تحفظ الملفات دي في الملف فين؟ قال لي انا انشأت لك ملف سميته unattended.txt واخزنه لك في السي ديبلوي، موافق؟ هقول لك اه ماشي لو سمحت خليه موافق، وهقول له اوكي. وبكده احنا خلصنا عملية السيت اب مانجر اللي موجودة عندنا. مجرد ما خلصنا طبعا هقفل من الاكس من عندي من هنا، هيقول لي انا انشأت لك ملفين، ملف اسمه unattended.txt وعندي هنا unattended.bat اللي موجودة عندي، يعني باتش فايل، وخزنتهم لك في السي ديبلوي. اذا نركز مع بعض عشان المعلومة دي هستعملها بعد كده قدام. انا هنا كان عندي 10 ملفات بقوا 12، ايه المخرجات اللي موجودة عندي؟ المخرجات اللي موجودة عندنا الا وهما الملفين دول. يبقى اللي انا استفدته من كل الكلام اللي انا قلته ان السيت اب مانجر ده قدر يعمل لنا ايه؟ عمل لي الملف اللي هو تي اكس تي اللي اسمه ان اتندد اللي موجود عندي ده، او اتند اللي موجود عندي ده. لو فتحت الملف ده تعالوا نتفرج عليه. افهموا يا جماعه الكلام ده هوت، لو سمحتوا الكلام ده هوت من الحاجات المهمه جدا، تمام؟ واللي عايز يبقى متميز وعايز يبقى متقدم، يعني متميز ومتقدم في الموضوع ده هوت، نحاول نفهم الكلام ده على قدر المستطاع لان الموضوع ده كبير جدا. اول ما دخلت على الملف اللي موجود عندي ده هوت، هنلاحظ ان هو متقسم الى مجموعه من السكشنز او السكاشن. سكشن السكشن الاولاني الا وهو اسمه داتا، السكشن التاني اسمه ان اتندد، السكشن التالت اسمه جي يو اي اتندد، السكشن الرابع اسمه يوزر داتا، السكشن الخامس ريجنال سيتنجز، هنا الجي يو اي ران وانس، هنا الايدنتيفيكيشن بتاعي، هنا النتوركينج. يبقى اي حاجة محطوطة بين قوسين بالمنظر ده يبقى دي اللي احنا بنسميها سكشن. يبقى الانسر فايل اللي موجود عندي بيتقسم الى مجموعه من السكشنز اللي موجوده عندنا. بعد السكشنز كل سكشن بيحتوي على مجموعه من الكي، هنا ده كي، ده كي، ده كي، ده كي، ده كي، ده كي.
كل كي بيكون قدامه حاجة احنا بنسميها value، يبقى auto partition يساوي واحد، دي اللي احنا بنسميها ده section data، الكي اسمه auto partition، واحد هي الفاليو. نيجي نشوف مثلا حاجة تانية هنا، اليوزر داتا اللي موجودة عندي دي سيكشن، البرودكت كي اللي موجود هنا ده اللي هو الكي، ودي اللي هي مين الفاليو بتاعتي اللي موجودة هنا. هنلاحظ كل الإجابات اللي احنا اخترناها اتكتبت بصيغة معينة واتحفظت في الملف اللي اسمه unattend.exe.txt اللي موجود عندنا. ده في كلام كتير. نرجع بقى مع بعض كده مرة تانية، هعمل setup manager next create new next unattend setup next windows xp next. دي بقى اللي ما كناش فاهمناها من الاول، لما اخترت fully automated ايه اللي هيحصل؟ لازم اجاوب على كل الاسئلة اللي موجودة عندي، والمستخدم مش محتاج ان هو يقعد قدام الكمبيوتر خالص، دي هي هتجاوب نفسها بنفسها، مش مطلوب من المستخدم غير ان هو يرجع يلاقي الويندوز مفتوحة قدامه جديدة. الخاصية التالتة اللي هي اليوزر كنترول اللي موجودة عندي، الاجابات هتطلع جاهزة للمستخدم. ساعات يا جماعة لما نيجي ننزل اوفيس او لما نيجي ننزل برنامج بنبص كده واحنا بنعمل سيت اب نلاقي فيه السيريال نمبر مكتوب في الخانة بتاعت السيريال نمبر، بس هنا اليوزر كنترولد واللي موجود عندي هنا الاجابات هتبقى ظاهره للمستخدم، المستخدم لازم يعمل نيكست، بس المستخدم عنده القابليه ان هو ايه يغير في الاجابات دي. اللي شبهها شويه الا وهي مين الريد اونلي، المستخدم هيشوف السيتنج اللي انت كاتبها ولكن مش هيقدر ان هو يعدل فيها، بس برضو المستخدم لازم يعمل نيكست. طب هيدن بيجز، انا جاوبت تقريبا في لما عملت نيكست 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 جاوبت مثلا على حوالي 15 سؤال او مثلا 12 سؤال. طب افرض ان انا ما جاوبتش على مجموعة من الاسئلة متعمد، الاسئلة اللي انا جاوبتها مش هتظهر الصفحة بتاعتها للمستخدم، ولكن اللي هيظهر للمستخدم بس الاجهزة اللي انا ما ايه ما حطيتش ليها اجابات. دي ممكن تفيدك في ايه؟ ممكن مثلا ان انا اعمل زي مثلا اللي هو الانسر فايل، بحيث ان انا طبعا دي على المستوى الايه البسيط ان هي يظهر للمستخدم، اكتب مثلا اسم الكمبيوتر هنا، بحيث ان اسم الكمبيوتر ايه لما تيجي تعمل ويندوز يبقى كل مطلوب منك تكتب بس اسم الكمبيوتر عشان يبقى يونيك او فريد على النتورك بتاعك. الجي اي اتندد زي ما احنا قلنا ان هي بتاخد الجزء الاول بس اللي هو الجي اي، جايه من كلمه جرافيك يوزر انترفيس او واجهه مستخدم رسوميه. واجهه مستخدم رسوميه يعني ايه؟ يعني ماوس، يعني الوان، يعني بالمنظر ده. امتى بنشوف الكلام ده في السيت اب؟ في المرحله الثانيه، اما المرحله الاولى اللي هي بتاعه التقسيم ما بتستعملش الموضوع ده. هنقول له هنا اهوت مثلا طبعا انا مش عايز ايه خليها مثلا هيدن بيجز اللي موجوده عندي، واقول له نيكست سي دي نيكست، مش طبعا مش لازم اجاوب على الاسئله اللي موجوده، ولكن هاجي عند الجزئيه اللي خاصه بيه الباسورد بتاعه الادمنستريتور اللي انا كنت عديتها، وهكتب له 1 2 3 4، وهكتب له هنا 1 2 3 4، وهقول له المرة دي انكريبت، انا بشرح الخاصية دي اللي انا كنت عديتها قبل كده، انكريبت the administrator password in the answer file، وهقول له next next next، مش عايز كل ده، الحاجات دي كلها شرحناها، هقول له لو سمحت ايه احفظه لي مثلا في على الديسكتوب، يلا على الديسك توب، وهقول له اوكي، ظهر عندي ملفين جداد. تعالوا الملف الاولاني الاصلي بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، لما انا ما كنتش عامل الخاصيه بتاعه الانكريبت، اي واحد هيفتح التكست فايل بتاعي هيعرف انا حاطط باسورد ايه للادمنستريتور، الا وهي مين الباسورد 123. ليه؟ لان الانكريبتد ادمن باسورد انا كنت ما حطيتش عليها علامه صح، فهو اعتبرها نو.